شهد الاقتصاد البحريني تباطؤا في النمو خلال الفترة ما بين 2009 و2011 نتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة، إلى جانب تأثر الكثير من الشركات المالية بتبعات الأزمة المالية العالمية، باعتبار أن البحرين أول مركز مالي في منطقة الخليج. لكن بالرغم من ذلك فقد عاد الانتعاش التدريجي إلى الاقتصاد مع بداية عام 2013 مدفوعا بانتعاش القطاعات غير النفطية في ظل الإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية والتحسن في أسعار البترول بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي، الأمر الذي انعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. وقد أوضح الجهاز المركزي للمعلومات البحريني أن الناتج المحلي للمملكة خلال الربع الأول من عام 2013 حقق نمواً بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، رغم اتباع الحكومة سياسة مالية أكثر توازناً لضبط الإنفاق وترشيده، وبهدف تجنب تفاقم الديون السيادية التي من المتوقع أن ترتفع خلال العام الجاري إلى 39.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة بلغت 37.6% خلال عام 2012. ويأتي هذا النمو في اقتصاد البحرين بدعم من النمو الجيد في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حقق القطاع النفطي خلال الفصل الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 5.4% مقارنة بالفصل الأول من عام 2012، في حين استطاع القطاع غير النفطي تحقيق نمو بنسبة 6.6% نتيجة الارتفاع الجيد في قطاعي الصناعات والمشروعات المالية، لترتفع ذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 إلى 4.6% وصولا إلى 33 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو تصل إلى 4.3% خلال عام 2014. ومع استمرار نمو الاقتصاد البحريني فإنه من المحتمل أن يتحسن الوضع المالي الخارجي للمملكة، فقد توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن ترتفع الاحتياطيات خلال العام الجاري من 5.2 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار.